زيارة رسمية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، وحديث يتصاعد عن مناخ المال والأعمال اللي بتأكيد بيلقي بظلال كبيرة جدا على اللقاءات اللي بيجريها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الأعمال، مع كبريات الشركات المستثمرة. وحديث الأرقام بالتأكيد أيضا مهم، لأن ليه دلالات كبيرة جدا فيما يتعلق لمواصلة إليه العلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. بوجه تحية لضيفي في هذا اللقاء دكتور هيثم عارف، رجل أعمال وعضو الغرفة التجارية الأمريكية. أهلا بحضرتك دكتور هيثم. ما بين 2017 الزيارة الرسمية الأولى لسيد الرئيس و2019 المنتصف تقريبا، وهي الزيارة الثانية، يعني كيف الرسمية الثانية، إيه المحفزات وإيه المعطيات اللي كانت غالبة على أجواء الزيارتين، وإلى أي مدى الأمور اختلفت من وجهة نظر حضرتك؟ تمام. الحقيقة في الزيارة الأولانية كان معطيات جمهورية مصر العربية الاقتصادية غير معطيات جمهورية مصر العربية النهاردة. فالرئيس السيسي كان في الزيارة الرسمية في سنة 2017 كان لسه بيتحدث عن ما سوف ما يكون، ما اللي هيعمله، وعمل اجتماعات مع المستثمرين وعمل اجتماعات مع رئيس الغرفة التجارية، كان لسه بيعرض رؤية مصر. فكان في بعض الثقة، ما خدش الثقة كاملة لسه من المستثمرين. كانت مثلا حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا ساعتها كان 5.5 مليار دولار، النهاردة 7.6 مليار دولار. النهاردة في استقرار أمني واستقرار اقتصادي في جمهورية مصر العربية، في مصر مختلف. الرئيس السيسي نقل مصر لليفل تاني خالص في الزيارة دي. عندنا مثلا احتياط النقد الدولي، الاحتياط الدولاري في مصر النهارده تقريبا 45 مليار دولار، كان ساعتها 31 مليار دولار، فرق كبير جدا. عندنا مثلا ما كانش عندنا شبكه الطرق اللي موجوده دلوقتي، ما كانش عندنا الامن الاستقرار الامني اللي موجود دلوقتي، المشروعات التنمويه كترت وابتدى يبقى في ثمار مرجوه ليها، ابتدت تبني. ما كانش يعني كان لسه بنناقش قانون الاستثمار في الزياره اللي فاتت. النهارده مفعل قانون الاستثمار، بيشجع المستثمرين من دول العالم انه المره دي يجي اكتر واكتر. مثلا الغاز، مصر بطلت يعني تشتري الغاز من بره، تستورد الغاز. دلوقتي عندنا انتاج محلي وفر لنا دولارات كتير. مصر شكل مختلف خالص المره دي. اعتقد ان الرئيس السيسي بكره عنده لقاء مع رئيس الغرفه التجاريه والمستثمرين الامريكيين، فده ما يجي ينقل الصوره دي، وهم اكيد شايفين من الاحداث وال اللقاءات مع الدول الثانيه، شايفين كل الكلام ده على ارض الواقع. هي كمان يعني ده اكيد بيكون بيترك انطباعات ايجابيه. بالزبط. سواء بالزبط بالنسبه للمواطن المصري نفسه او اصداء الزياره دي او الجولات الخارجيه لسيد الرئيس بصفه عامه، وانعكاسها على المستثمرين من بره سواء كانوا عرب او اجانب. اسمح لي ارجي الاجابه على هذا السؤال لبعد متابعه هذا التقرير. انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، يأتي الملف الاقتصادي على رأس اهتمامات البلدين، لكون الولايات المتحدة أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر. وقال خبراء الاقتصاد والاستثمار إن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن تعزز من تدفق استثمارات أمريكية جديدة إلى مصر، فضلا عن تحسن التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مصر تملك كافة مقومات الاستثمار خلال الفترة الراهنة، وتتزامن مع تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد في مصر. وأكدوا أن الزيارة بداية الانطلاق نحو علاقة اقتصادية قوية وضخ مزيد من الاستثمارات وتحسن العلاقات التجارية بين البلدين. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، وتعتبر أيضا أكبر مستثمر في مجال النفط، حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي أكبر مستثمر أمريكي في البلاد إلى 12 مليار دولار. كما تمثل الاستثمارات الأمريكية في مصر أكثر من 30%
من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا. ويصل عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا لنحو 8 مليارات دولار. يتواصل الحديث مع الدكتور هيثم عارف، عضو الغرفة التجارية الأمريكية ورجل الأعمال. دكتور هيثم، كنا بنتكلم عن انعكاسات الجولات الخارجية بصفة عامة، وتحديدا بالتأكيد الزيارة اللي بنعنيها بالاهتمام للولايات المتحدة بالنسبة لصداها على المواطن والرسائل الإيجابية اللي بترسلها للمستثمرين. تمام. المستثمرين لما يقعدوا مع السيد الرئيس ومستثمرين من دول تانية يشوفوا الصدى الايجابي من الاجتماعات ديت وانجذاب المستثمرين الامريكيين لمصر، هم كمان هينجذبوا لمصر في ان هم يستثمروا في بلدنا. ده معناه تدفقات ماليه اكتر، مصانع بتتفتح اكتر، عماله بتتوظف اكتر، مرتبات بتتوزع عليهم. ده بينعكس على الدخل القومي او بتاع العمال المصريين كلهم. فده هيحسوا بيه، معدل البطاله هيقل، وبالتالي ده أول انعكاس ممكن نحسه. تاني حاجة، التدفقات الدولارية ديت أو المصرفية بتوصل للبنوك، فده معناه أنه عندنا احتياطات بتزيد أكتر وأكتر، فده معناه يعني كون الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر من عام 2017 ل 2018، وفي الحقيقة مكانات تانية، يعني سواء هم مش ثالث، هم أول. أول أو المستثمر في مصر اول. أو احنا بالنسبه لهم تاني افريقي. تمام. كويس ان حضرتك اشرت كمان لافريقيا. تمام. يعني مصر كونها دوله عربيه وافريقيه يكون ليها هذا الباع، ويكون في تعويلات على ان يكون في افاق ارحب للعلاقات الثنائيه التجاريه والاقتصاديه تحديدا بين مصر والولايات المتحده، وان يتزامن ده مع رئاسه مصر للاتحاد الافريقي واحراج حاصل في الاصلاحات الاقتصاديه والمشروعات التنمويه. كل ده لما يكون بيحصل تقريبا بشكل تزامني، ايه دلالاته برضو اللي ممكن فعلا احنا نستثمرها لتحسين العلاقات بين الجانبين المتميزة بالاساس؟ زي ما قلت لحضرتك ان الزيارة دي يعني يتميز فيها ان احنا مناخ الاقتصاد المصري في اعلى ازدهاره. لان كل معظم منظمات الدولية دلوقتي بتشيد بالاقتصاد المصري، فالبنك الدولي، البنك النقد الدولي والبنك الدولي الاثنين بيشيدوا بالاقتصاد المصري، وكمان في منظمه صندوق النقد الدولي. في كمان منظمه ثالثه بتقول ان اقتصاد المصري هيكون من اعلى اقتصاديات في العالم سنه 2025 او 30. فده يعني ده بوتنشاليتي للمصر جايه طبعا. فده معناه ان برضه ان كل معظم المستثمرين في دول العالم هتيجي تشوف النقطة مصر دي فيها ايه. المستثمرين الامريكيين دلوقتي بيتجهوا للاستثمار في منطقة السويس وخليج السويس، المنطقة الصناعية الجديدة. فكل حقيقة جميل، ودي عندنا موجة تفاؤل كبيرة جدا. خلينا بقى ناخد الجزئية عشان برضو نكون موضوعيين ومتوازنين. مهمة جدا ان يحكمنا ايضا منطق الدروس المستفادة. ايه الملمح من وجهة نظر حضرتك ومن خبرتك اللي احنا لسه محتاجينه أو عايزين ندق عليه بشدة أكبر في هذه المرحلة؟ عشان نطور الاقتصاد المصري لازم نعمل كذا، نشتغل في كذا اتجاه. أول حاجة سن القوانين والتشريعات اللي تحمي استثمارات المستثمرين، لأن أنا مفيش رجل أعمال هيجي يعمل شغل في مصر وهو شاكك أو عنده خطورة العمل في مصر في السوق المصري عالية. فلازم نديله قوانين وتشريعات نأمنه. تاني حاجة، العامل المصري لازم يكون مدرب تدريب جيد ومتعلم تعليم عالي عشان يعرف ينتج بطريقة علمية مش بطريقة عشوائية. تالت حاجة، ان احنا جودة المنتج المصري، المنتج النهائي لازم يكون عالي الجودة، عالي
ميزه تنافسيه. ايوه عندنا مواصفات مواصفات تنافس مواصفات المنتجات العالميه. الجانب الترويجي او التسويقي حضرتك مش شايف برضو ان هو المفروض يلقى وزاره الاستثمار صراحه عامله شغل جامد خالص الفتره اللي فاتت، معارض بره مصر وجوه مصر، وبتدعو رجال اعمال والسفارات، وحاجه ظريفه جدا يعني. رياده الاعمال مصطلح بنسمعه كتير الفتره دي، وهو ايضا بيحظى باولويه كبيره جدا في السياسة الاقتصادية المصرية، وأكيد برضو الإدارة الأمريكية بتولي اهتمام مصر رائلة. أولا يعني لازم في فاكت كده لازم نعترف به، أن مصر دولة محورية في أفريقيا والشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا. ما فيش شركة عايزة تيجي تشتغل في الميدل إيست إلا لازم تنزل مصر الأول، لأن مصر عدد سكان كبير، بلد مستهلكة جامد، فده معناه ان الشركات كلها ممكن تنجح في مصر. عشان تنجح في الشرق الاوسط وافريقيا لازم توصل مصر الاول. مصر رائده في صناعات كتير في العالم زي النسيج، الغزل والنسيج والسجاد والسيراميك وحاجات كتير، فاضل لسه عايزين نكتر في الصناعات ونهتم بجودتها عشان ناخد ريادات من دول تانية كانت مصر هي الرائده فيها في الاصل. مصر بتمثل اكبر سوق للصادرات الزراعيه الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. قراءه حضرتك برضو دكتور هشام للجزئيه دي، يعني هل بتحظى بالاولويه الكافيه، وايه المجالات الاولى بالرعايه، او ايه التطوير اللي ممكن، يعني ايه الاهتمام او الانتباه المفروض يلفت ل مجالات اخرى تستحق ان مصر طول عمرها معروفه، حتى كنا بندرسها في المدارس زمان، ان احنا مصر دوله زراعيه، ومع الوقت بقينا دوله زراعيه صناعيه، وبعد كده دوله صناعيه تكنولوجيه. فالزراعه هي اساس مصر، النيل والارض الخصبه. مصر بتنتج معظم البطاطس والبرتقال اللي بيروح دول، بيلف دول العالم كله، معظم الحاصلات الزراعيه الفراوله و و و فمصر رائده في الحكايه دي. في الصناعة زي ما انت لسه قايل لحضرتك، السيراميك والسجاد، التكنولوجيا لسه بنشتغل في البرمجيات ولسه ما تطورناش، في دول تانية صراحة سبقنا في الحتة دي، بس احنا في الاتجاه الصحيح. احنا كمان حقيقة انجازات في مجال الطاقة. الطاقة طبعا ازاي بيتضح بقى الانطباعات الإيجابية وبتتكشف من خلال زيارات المتخصصين والحقيقة اللي يعني أعضاء الغرفة التجارية الامريكيه في الجزئيه دي. والحقيقه كنا لسه بنتكلم في الحوار اللي قبل كده، واقدر ان انا اوجه لحضرتك السؤال ده، كان في دايما بنسمع في اوقات سابقه، مش مهم المسمى، لكن هي كانت بيبقى اسمها بعثه طرق الابواب، دي اللي كانت بتعرف الاجواء السائده حاليا ايه، وايه المجالات الاولى بنتوجه ليها الاستثمارات من الجانبين. حضرتك سالتيني كذا سؤال مع بعض، خلينا نبتدي بالاخير، بالجزئيه الاخيره. مصر يعيبها حاجه ودي سهله تطبيقها، يعني اتمنى انها تتعمل بسرعه، ان اي مستثمر جاي هنا ما عندوش داتا، ما عندوش داتا بيز. انا عايز اعرف مثلا قاعده بيانات، ما عندوش الحكايه، مش متوفره. الناس اصحاب الاعمال لسه مش عارفين الحكايه ديت مهمه جدا، عشان رجال الاعمال عايز واحد جاي من بره وعايز مثلا مصنع بلاستيك، عايز اطلع منين، اجيب منين الداتا بيز، ما عنديش عناوينهم تليفوناتهم، ما فيش. كل المجالات بقى حضرتك، في كل المجالات في بعض بعض الشركات فاهمه الحكايه ديت وعامله لنفسها داتا بيز، بس لسه المعظم مش موجود. لو المعظم موجود معناه، او معظم المصانع او المنتجين عندهم الداتا بيز دي، او اشتركوا في انه يعملوا داتا بيز لمهنتهم، هيفتح اسواق كتير للجميع. احنا ما عندناش النقطه دي، فلو عندنا هتبقى. والموضوع الخاص بالطاقة، انا في شركات كتير في امريكا وبره امريكا بيستثمروا في مصر في حفر الابار والاستكشاف البترول والغاز، واشهرهم في امريكا اكسون موبيل. هي لسه دلوقتي لسه في مرحلة التفاوض، وكان من وبعد الزيارة اللي فاتت بتاعت الرئيس السيسي لمصر لامريكا، في شركة انا اعرف بالتحديد اسم الشركة، شركة امريكية جاية هنا تشتري زيوت السيارات المصرية. تمام. وتروجها لحسابهم يعني. ما احنا لسه مستمرين مع حضرتك، انك تسمح لي اطلق هذا الاتصال. معنا المداخله من دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور شريف. اهلا بيك. كيف تعولون على الزياره الحاليه للرئيس عبد الفتاح السيسي الى واشنطن، واهم الثمار المرجوه اللي بتتوقف عندها؟
الحقيقة يعني دائما وأبدا لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس ترامب بتكون نقدر نقول لقاءات استراتيجية محورية وبتسمع في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. إذا كنا الآن بننظر إلى الجزء الاقتصادي فالسيد الرئيس ذاهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية ولكن بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي. معنى أنه رئيس الاتحاد الأفريقي وهو ذهب إلى الولايات المتحدة عبر غينيا وسيعود من الولايات المتحدة إلى السنغال وكوت ديفوار، فده بيقول أن مصر بثقلها لها ثقل إقليمي ولها ثقل قاري، وبالتالي التواصل مع مصر من خلال القوى الكبرى ليس فقط الولايات المتحدة ولكننا شهدنا المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية الصينية والتعاون في كثير من المجالات مع كافة القوى الاقتصادية في العالم من أجل استغلال وضع مصر الحالي، مصر التي أصبحت أهم مركز لوجستي على مستوى العالم. كان فيه يعني شيء يذكر، كان فيه زيارة لوفد صيني من 10 أيام والتقينا به فحطوا أو اللقاء أو يعني التعاون المصري الصيني من خلال اللي يكون في داخل أفريقيا. نفس الشيء أنا بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتنظر لمصر بعد أن الحمد لله استعادت وضعها وثقلها القاري والإقليمي، بتنظر إلى مصر بعد أن اكتملت البنية الأساسية الفعلية زي الكهرباء وغيره، بعد أن اكتملت البنية الأساسية التشريعية من قوانين سمار. كل هذا سيؤدي لا محالة إلى زيادة من الاستثمارات الأمريكية وفي نفس الوقت الشراكة الأمريكية المصرية من أجل تنمية دول القارة الإفريقية. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. برجع لحضرتك مرة تانية دكتور هيثم. في يمكن إجماع أن احنا على مدار السنوات القريبة الماضية تخطينا اعتبارات كانت بتحكم في السابق الشراكة اللي بين مصر والولايات المتحدة من منطلق دولة نامية ودولة متقدمة، وكنا لسه بنتكلم برضو في الحوار اللي فات الحقيقة عن الندية. الندية دي فيها جزء سياسي وجزء أيضا اقتصادي في تعامل مصر مع الولايات المتحدة لما بنتكلم على أي تعاون بين الجانبين. حضرتك بتشوف المسألة دي زي. هي دي الحكاية دي في الجانب السياسي باينة أكتر، بس في الجانب الاقتصادي لما ينظر لمصر أن هي شريكة على قدم المساواة، ان مش مصر مش دوله ناميه تتلقى الدعم، لا، في ممكن تكون نقائص ايضا لدى الولايات المتحده طبعا بتستثمر طبعا فيها، ان مصر بتكون لا حاضره فيها، فممكن بتستقيم بشكل او باخر. زي ما قلنا ان مصر بتصدر زي ما قلنا صادرات مصر لامريكا دلوقتي تقريبا 800 مليون دولار تقريبا بزياده عن السنه اللي فاتت 14%، فده معناه ان هم لسه محتاجين المنتج المصري. وانا شفت انا عايش في امريكا وشفت في امريكا منتجات النسيج والبناطيل والقمصان والفواكه المصريه البرتقال والفراوله، ده بالنسبه للمنتجات الزراعيه. فالمنتجات المصريه موجوده اوريدي في امريكا ومحتاجينها. تاني حاجه ان مصر دلوقتي بدا ما بتعتمدش على امريكا بس في السلع اللي بنستوردها، من احنا عندنا تنوع من جميع دول العالم. فكانت زي ما حضرتك بتقولي بقى التبعيه ودوله ناميه، احنا مش بنعتمد على امريكا بس، احنا بنعتمد على كذا دوله في مصادرنا ومنتجاتنا بتروح كذا دوله مش امريكا بس، يعني احنا هي على فكره هو الحقيقه افتكر حضرتك تتفق مع الموضوع ده ان السياسه الخارجيه مش بعيده عن السياسه الاقتصادية. يعني التنوع والتوازن في العلاقات وان يكون في شراكات غير تقليدية ده بيأثر. احنا عندنا شراكات لسه قريبة مع الصين واوروبا وروسيا بالاضافة لامريكا، فاحنا على قدم المساواة زي ما قلنا مع دول كتير جدا، وكانت مصر استضيفت في مؤتمر اقتصادي تقريبا في المانيا تقريبا قريب حضرنا، فده معناه ان احنا دولة صاعدة. تاني حاجة زي ما لسه قايل لحضرتك ان في منظمة قالت ان مصر، انا مش فاكر اسمها الحقيقة، بس في منظمة كبيرة قالت ان مصر
في السنوات القليله القادمه هتبقى من احدى الدول العظيمه في الاقتصاد. فالمؤشرات الايجابيه دي بيبقى لها وزن كبير طبعا, طبعًا خاصه لما تصدر من مؤسسات عالميه ليها اصلا ثقل. كمان لو من وقت قريب ان التصنيف الائتماني المصري كمان عالي عن السنتين اللي فاتوا, فده بيدي اطمئنانيه اكتر للمستثمرين ان هم يجوا مصر ويستثمروا في جميع المجالات. كان قبل كده عندنا تحدي ان كان في تراجع في الثقه في المناخ الاستثمار في مصر بنسبه قد ايه تقريبا حضرتك شايف ان نتيجه زياره الرئيس والجولات الخارجيه اللي بيقوم بها السيد الرئيس بصفه عامه نجحت مصر في ارسال رسائل طمانه حول مناخ المال والاعمال والاستثمار في مصر؟ زي ما قلت لحضرتك ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول اكبر منظمتين في العالم بخصوص تصنيف اقتصاد الدول, هم نفسهم اللي كانوا يعني بيطلعوا تقارير سلبيه علينا في الاول, دلوقتي هم نفسهم اللي بيطلعوا علينا تقارير ايجابيه في نشاط والاقتصاد المصري وتطوره من سنين فاتت لحد النهارده, ولسه كمان بيتنبؤوا بتطوير اكتر. اخيرا الوفد الامريكي اقر خلال لقائه رئيس عبد الفتاح السيسي بالخطوات الاستباقيه اللي مصر خدتها لتهيئه بيئه ملائمه الاعمال, واشاد الوفد بالاصلاحات ايضا اللي تبنتها الحكومه في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ازاي ممكن نستغل هذه الثقه الامريكيه في جذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثماريه المتاحه حاليا في مصر؟ اقامه المعارض اللي بتعرض في جميع المجالات لكل المنتجين بتوعنا. تاني حاجة إزالة المعوقات اللي بتقابل المستثمرين في ان هم يجوا من حيث القوانين ومن حيث الأراضي وفرص الاستثمار, اوريدي وزارة الاستثمار عملت الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين لتسهيل الوقت والمال والتعاملات الروتينية. زي ما قلت برضو ان احنا لازم نأهل العامل او العامل بصفة عامة ايا كان نوعه ان هو يبقى كان يقدر ينتج منتج متميز بطريقة علمية مش بطريقة عشوائية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هيثم عارف عضو الغرفة التجارية الأمريكية, شرفتني. شكرا. مشاهدينا الكرام دي كانت المحطة الأخيرة في لقائنا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة, وبالتأكيد لقاء يتجدد في الغد في نفس الموعد بإذن الله. بعد قليل جدا هتابعوا معنا جولة الصحافة وهيسحبكم خلالها الزميل عاصم أبو الغار. بشكر حضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.